اهلا بيكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا شرح جديد لموقع ماني هنعمله اثبات سحب يا شباب. الموقع انا شرحته اول ما بدأ شغل على القناة التانية، كنا موقفين زي ما انتم عارفين لمدة اسبوع من النشر وكنا شغالين على القناة التانية يا شباب، والنهاردة هنعمله اثبات سحب مع المسابقة الاسبوعية يا شباب. انتوا طبعا ما لكمش ذنب، المسابقه شغاله وهنعمل سحب يا شباب على الفيديو دوت، تمام؟ وان شاء الله كده نبدا الشرح. طريقه تسجيل يا شباب في الموقع ده، الموقع ده بيدينا طبعا 200%. على فكره الموقع شغال كويس مع ناس وناس، يعني مش شغال كويس مع كل الناس عشان الناس يبقى عندها فكره ممكن يجمد الوديعه. انا عن نفسي بعمل له فيديوهات عشان باخد على الفيديوهات، بيديني بونص على الفيديوهات فبعمل فيديوهات يا شباب للموقع عشان بحصل على البونص. وغير كده الموقع شغال معايا في اول وديعة تمام وخلصت، وعملت الايداع التاني وهوريكم ده كله من الداخل، تمام يا شباب؟ طبعا الارباح بتضاف لك كل 8 دقايق، كل بيديك بعد 76 ساعة تعمل، لو عملت ايداع ب 100 روبل اقل حاجة بتحصل على 200 روبل. ده شكل الايداع. هنا اخر ايداعات وسحوبات من الموقع يا شباب، زي ما انتم شايفين ضاف محافظ جديدة. هنيجي طريقة تسجيل يا شباب، نيجي من هنا اليوزر نيم يا شباب، بعد كده الايميل، بعد كده الباسورد وقاعات الباسورد، وبعد كده بنقول له تسجيل. هنيجي للدخول، هنيجي من هنا يا شباب، معلش النت عنده بطيء شوية فهتلاقوا الحركة بتاعة الموقع ضعيفة. اليوزر نيم والباسورد يا شباب، بعد كده بنحل الكباتشا وبنعمل دخول للموقع. زي ما انتم شايفين يا شباب انا في حسابي دلوقتي 88 روبل، عملت ايداع ب 200 روبل 100 في 100 تمام، ساحب 434 روبل يا شباب. وهنا الاحالات ومكتسبات الاحالات. هنا لو دخلنا على البونص يا شباب، هنا هتلاقي انا عملت 3 فيديوهات على القناه اللي في الجديده، وهنا حصلت على 33 روبل و25 في 25 في 26. يعني انصحك ان انت ممكن تعمل قناه يوتيوب وتسيبها للمواقع اللي زي دي، يعني تفضل ايه لما يظهر معاك موقع زي ده تعمل فيديو وتحط لهم الرابط وتحصل على البونص زي ما احنا ما بنعمل كده يا شباب، تمام؟ اول ما تخش على الموقع خش على الاعدادات، وبعد كده يا شباب تحط رقم محفظتك هنا زي ما انا حاطط كده، طبعا ضف محافظ كتير زي ما انتم شايفين، وبعد كده بتعمل حفظ. دي اول خطوه تعملها، بعد كده تبدا شغلك على الموقع. هنشوف في حسابنا قد ايه، احنا في حسابنا هنا 88 روبل زي ما انتم شايفين، هناخد كده المبلغ ده كده يا شباب كوبي، وبعد كده هنخش على ويزد روم السحب من هنا، وهنيجي هنا يا شباب نحدد المحفظه اللي لينا، وبعد كده هنا بنحط المبلغ وهنا بنقول له سحب. بصوا يا شباب دي كلها سحوباتي من الموقع، تمام؟ هنخش على محفظة البير اخر حاجة لينا هنا، كنا عملنا ايداع في موقع ب10 روبل، تمام؟ وهنيجي نقول له سحب 88 روبل و70 سنت. هنشوف كاتب لنا ايه. اهو يا شباب السحب تم، بس 88 روبل 70 سنت ما حسبهاش، زي ما انتم شايفين اهو السحب 88. هنخش على البير يا شباب على ونعمل ريفريش، هنلاقي السحب وصل يا شباب 88 روبل. وبكده يا شباب الموقع لحد الان تمام معايا الحمد لله، مفيش اي مشاكل. لو دخلت انت عايز تعمل ايداع في الموقع بتيجي على تاني خانه من هنا، ومن هنا بتختار الخطه اللي انت تشتغل عليها. انصح بالخطه الاولانيه، بعد كده بتيجي من هنا بتختار المحفظه، ومن هنا بتحط المبلغ اللي انت عايز تعمل بيه الايداع، وبعد كده بتدوس هنا بيحولك على المحفظه، وهنا بيقول لك المكتسبات بتاعتك هتبقى قد ايه، تمام؟ وهنا ادي الايداع الاول وادي الايداع الثاني يا شباب. هتيجي من الخانه ديت هيقول لك هنا الايداع بتاعك، طبعا الايداع الاولاني تم وخلص والايداع الثاني شغال عليه حاليا اهوت. وهنا هتلاقي كل حركاتك في الموقع، الارباح اللي بتضاف لك كل 8 دقائق، وهنا السحوبات والايداعات وكل حاجه هتلاقيها في الخانه دي يا شباب. ومن هنا تجيب رابط الاحاله بتاعك، لو دوسنا هنا هتلاقي رابط الاحاله بتاعك موجوده اهو يا شباب. بس يا شباب دي كده كانت كل حاجه عن موقع النهارده، ننتقل للمسابقه.
ولو في اي استفسار سيبونا تعليق اسفل الفيديو. بس زي ما قلت لكم يا شباب، الموقع في ناس بيشتغل معاه كويس وناس ما بيشتغلش معاها كويس، يعني اللي حابب يشتغل عليه على مسؤوليته. تمام يا شباب، وهنا في الدعم تقدر تكلمهم، بس برضو لو علق الوديعة هيقول لك حط مبلغ قد كده، وما انصحش ان انت تحط ايداع كبير لو طلب منك ذلك. تمام، هنيجي بقى على المسابقة يا شباب، هنخش على القناة وهنيجي نختار الفيديو دوت. الفيديو ده كنا عملناه قبل ما القناة تقف، وهناخد رابط الفيديو يا شباب كده. وهنيجي نشوف تحت الفيديو في كام تعليق. طبعا الفيديو جايب 1169 مشاهدة وجايب 48 تعليق، يعني نسبة التعليقات برضو قليلة مش عالية. وهنخش على الموقع لفرز المتسابقين، وهنحط يا شباب هنا رابط الموقع، وهنعلم على اول واحدة عشان يشيل المكرر، وبعد كده نقوله فرز. اهو بقى 44 تعليق يا شباب. تمام، هنيجي بقى على المسابقة وهندوس ستارت. بسم الله، اول متسابق معانا. للأسف يا شباب، شكرا جزيلا لك اخي الغالي، ممتاز جدا. للأسف صديقي، انت مش حاطط عنوان المحفظة، وكنت اتمنى انك تفوز، بس للأسف انت مش حاطط عنوان المحفظة. هنشوف المتسابق التاني معانا يا شباب. الفرق في الفيزا. مبروك للفائز الاول معانا يا شباب. هناخد رابط المحفظة ونحطه، وهنشوف المتسابق التاني يا شباب. الف مبروك الفائز الاول معانا، نور نور عقلك، على طول متابعنا الاخ، وعلى طول بيعلق ويستاهل الفوز للمرة التانية. هناخد الرابط ونحطه، وهنشوف المتسابق التالت معانا. الف مبروك الفائز التالت معانا يا شباب. هنشوف الرابع، صحراء النيل. الف مبروك صحراء النيل معانا. هنشوف المتسابق الاخير الخامس والاخير معانا يا شباب. الاخ برضو متابعنا وكذا مرة يعمل تعليقات، وبصراحة يستاهل الفوز المرة التالتة مش التانية كمان، متهيألي التالت، فاز معانا كذا مرة. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، والف مبروك للناس اللي فازت معانا. ويا ريت زي ما احنا وعدناكم المسابقة مستمرة، القناة حصل فيها اي مشكلة، ما حصلش اي مشكلة، المسابقة مستمرة. فيا ريت ما تنسوش دعمكم لينا بالتعليقات واللايكات، وان شاء الله كل يفوز معانا. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.